بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي وأحبتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين على ما قضى وقدر، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. وها قد أقبل شهر الحسين وزينب، وارتدت الأرض والسماء والكون بأكملها ثوب السواد. فيا لله هذا الحدث العظيم الذي يصمت العالم لأجله، ليسمع صوت الحسين وهو يقول: ألا من ناصر ينصرنا؟ فنجيب صدورنا ودموعنا: لبيك يا ابن محمد النبي، لبيك يا ابن علي الوصيل، لبيك يا ابن زهراء سيدة نساء العالمين. لننظر إلى تلك الفلسفة العظيمة، إذ كيف للأضلاع تحت الأعوجية أن ترمم كل دين الله دين محمد المصطفى، وكيف لجسد محطم أن يعيش لهذا اليوم بهذا الجلال. يا لك من عظيم يا حسين، وبهذه الهيبة العظيمة، وكيف لهذا الجسد المفصول عن رأسه أن يسجل أكبر صرح يتجمع فيه الناس من مختلف اللغات والأديان على الكرة الأرضية، من أجل شخص، من أجل قضية، وأن صح التعبير من أجل بقاء الدين واندثاره، من أجل أن يعبد الله كما أراد وأحب، أم من يعبد من أجله ما يرون في مصالحهم التي فيها فساد شرعا لله سبحانه وتعالى. فهل قضية دنيوية يخرج القوم حرمهم إلى أرض المعركة؟ وهل قضية دنيوية يدخل القائد في حرب غير متكافئة في العدد ويعلمون أنهم سيقتلون، وأصحابه يعلمون ذلك، وحرمه يعلمون أنهم سيسمون؟ كل ذلك تدبير إلهي. فلولا زينب لما وصلتن كربلاء، وما جرى تفصيلا بشكل صحيح. فهي كانت إعلام عاشوراء زينب، وهي عالمة غير معلمة، بأنها ستقاسي من أجل هذه القضية، وإنها سترى أخيها الحسين بأبي وأمي في أشنع وأفظع حال، ولكن واجبها الشرعي حتما ذلك بأن تنصر أمام زمانها وهو أخيها الحسين صلوات الله عليه. ورغم كل هذه كانت تحافظ على عفافها وصمودها أمام شر خلق الله، فهي صاحبة رسالة من العفاف والصمود. فهل نحن الآن ننصر أمام زماننا بعفافنا وصمودنا، أم الباطل؟ مما يؤسفنا أن نرى في هذا الشهر بعض التهاون في اللباس وبعض التصرفات الغير اللائقة بالفتاة الزينبية. لا نغفل عن أن هذا لا يجوز في كل الشهور، ولكن هذا شهر عظمته رسالته. فهلا هلا بعفافكن وعفاف من في أسركن. فالأم مسؤولة عن ابنتها، والبنت مسؤولة عن بنتها، كما لا نغفل من الجوانب البطولية للأنصار وشيخهم حبيب الذي تأخر قليلا عن فرسه، للذي كان في يد عبده بينما هو قادم، إذ يسمع العبد يقول: والله إن تأخر سيدي حبيب لأمتطن ظهرك وأذهب لنصرة الحسين. فبكى لذلك حبيب: عن أي تربية أتكلم وهذا عبد ليس بابنه؟ كيف تعلم حب آل بيت وكان متشوقا؟ ومسلم بن عوسجه الذي لما سقط جاء حبيب وقال له: لولا إني أعلم إني لاحق بك لقلت لك أوصيني. قال: بل أوصيك يا حبيب بهذا قاتل دون حتى تموت. وكان يشير إلى الحسين عليه السلام،
إلى أي درجة عمق الإيمان والتغلل في قلوبهم. فنصرة الحاق والمظلوم تحتاج مثل هذه القلوب التي مبنية على اليقين والإيمان، تستمد عضلات جسدها منها وليس من بنية جسدها. فمتى ضاع الإيمان بالقضية ضاعت القضية، فمتى ضاع الإيمان بالقضية ضاعت القضية. فهلها الله يا شباب ويا حرائر وطني بالتعاليم أهل البيت وقواعدهم والإيمان بهم والقرب منهم بقلوبنا قبل دموعنا وصدورنا. فهذا هو شهر الثورة الأبدي، بل شهر ثار الله وهو الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع حرائر السنابس.